السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. صباح الخير للناس اللي عندها الدنيا صبح، ومساء الخير للناس اللي الدنيا عندها ما زالت ليل. بنجاوب على الأسئلة اللي جات النهاردة أكتوبر 15 2021. وقبل ما أخش في الأسئلة والإجابة عليها، أحب أقول لكم مرة تانية بشرى سارة إن وباء كوفيد-19 قد ينتهي في أسرع مما كنت أنا شخصيا أتصور، وكثير من الأطباء كانوا يتصوروا. يعني شايف علامات تحسن واضحة، وشايف إن الدول بدأت تفتح، والعلامات التحسن الواضحة مش عدد الحالات، لا عدد الحالات بصراحة في يعني كتير جدا جدا، بس علامات التحسن هو ان عدد الحالات التي تحتاج مستشفى قلت كتير، واصبح المستشفيات فيها فوارغ كتير، وطاقتها ما زالت كويسة احسن طبعا من الفترة الشهور اللي فاتت، وان الحالات الوفاة تعتبر قليلة جدا نسبة وتناسبا مع عدد الحالات. بمعنى ان كنا الاول لما بنسجل 1000 حالة ممكن نلاقي منهم حوالي يعني لو قلنا 1%، يعني من 1 إلى 3% وفيات، يعني من 10 إلى 30 حالة وفاة لكل تسجيل 1000 إصابة. يعني كل 1000 إصابة كان يموت منها قبل كده حوالي 30 واحد. الأيام دي كل 1000 إصابة أقل من 1، أقل حالات الوفاة أقل من 1. تلاقي دول عدد الإصابات فيها 10,000 والوفيات 10 أو 15 أو 20. فالمهم عندنا طبعا عدد الوفيات، والمهم برضو عدد الحالات اللي بتخش المستشفيات، لان كده لما بتقل بنبقى مطمنين ان النظام الصحي بخير ومفيش مشكلة. فدي العلامات اللي بتقول لنا ان شاء الله الوباء في طريقه الى الانتهاء، وهيتحول طبعا الفيروس مش هيسيبنا خلاص، لكن هيتحول يبقى زي الكومن كولد وزي الانفلونزا اللي احنا عايشين معاهم. وياريت نكون اتعلمنا من هذا الوباء شيء صحي جدا، وهو لبس الماسك. لبس الماسك كان المفروض نتبعه حتى من زمان. يعني اي انسان عنده كولد او عنده انفلونزا او اصبح حاليا برضو نقول عنده كوفيد لازم يلبس الماسك. هنقول يلبس الماسك ليه طالما ما فيش حد بيعي عايش جديد وما فيش حد بيموت؟ طبعا لما تلبس الماسك وتركب مواصلة عامة او تروح تخش سوق هتقي، وانت مريض بالانفلونزا هتقي انك انت تنقل المرض لغيرك. حتى لو كان المرض بسيط ما اظنش ان احنا محتاجين ان احنا ننشره. يعني ما انت عارفين اللي بيجيله برد او الانفلونزا بيقعد 2 أو 3 يومين يعني متقدر بسبب الرشح والعطس واحيانا الصداع واحيانا السخونية وما الى ذلك. فياريت يبقى لبس الماسك دي عادة عندنا دايما، نلبس الماسك دايما وطول العمر في الحالات الآتية: لما نكون داخلين مكان زي أي سوق أو سوبر ماركت لازم نلبس الماسك، لما يكون عندنا برد أو إنفلونزا أو كوفيد-19 نلبس الماسك. دي هذه العادة المفروض تبقى أحد العادات الصحية. والعادة الثانية اللي أتمنى أن احنا برضو نتبعها أن نبطل مسألة السلام بالأحضان والتبواس، ونكتفي بالإشارة باليد أو بملامسة اليد من بعيد. هي كلها تعبيرات عن الحب والسلام والتحية، وإن شاء الله تكون أيامنا الجاية أفضل بكتير من السنتين اللي مروا علينا. نبتدي في حل الأسئلة اللي جات على الموقع بتاعي وهو arafili.com. أنا بعيده للناس اللي ما تعرفش www.arafili.com، زي ما موجود كده قصادكم على الشاشة www.arafili.com. أوكي، نبتدي بأول
سؤال، بيقول ايه اول سؤال عندنا؟ عندنا واحد اسمه قاسم بيقول ان اثناء العمل بيشتغل بالتغليف في حاجة كان عليها دم جاف وايده جات عليها، او قلقان ان ايده يكون جه على الدم الجاف، وبيسأل هل يمكن ان يعيش فيروس زي مثلا فيروس الاتش اي في في البقعة الدم ده؟ طبعا ده سؤال مكرر، نقول بالنسبة لنا اتكرر معايا انا مثلا عشرات او مئات المرات، على النت ممكن تكون متكرر ملايين المرات، وقلنا ان الدم الجاف واي حاجة جافة لا تنقل عدوى الفيروسات. ده كده اخونا قاسم. بعدين اخونا نوح، اخونا نوح ده اللي مصمم ان عنده اعراض ومش عايز يشيل من دماغه مسألة الايدز، فبيقول انا حللت اكتر من مرة كم، واخر مرة بعد التعرض بشهرين كومبو والنتيجة نيجاتيف يعني سلبي. طيب يا سيدي ألف مبروك، النتيجة سلبي انسى الموضوع. طب والأعراض تعمل فيها ايه؟ الأعراض يا سيدي إذا كانت مستمرة ومزعجة يبقى تروح تكشف لو أنت مش عارف توصل للأعراض بنفسك، ماشي؟ لكن أنا أقول لك قبل ما تكشف الحل السحري أنك أنت تتبع أسلوب الحياة الصحي. واحد يقول لي يعني ايه اسلوب الحياة الصحي؟ للي ما يعرفش نعيد تاني، اسلوب الحياة الصحي يتكون من ثلاث قوائم، نقول اربعة، الاكل الصحي، النوم الصحي، الرياضة اليومية، الرابع الامتناع عما هو مؤذي، التدخين والكحوليات وعدم النوم والسهر وما الى ذلك، ماشي؟ اي واحد عنده اعراض ومش عارف هي ايه، طالما يعني مش اعراض خطيره ومش ومتعايش معاها، يتبع اسلوب الحياه الصحي الاول، وانا اؤكد له انه هيتحسن يا اما بنسبه 100% يا اما بنسبه 90%. اذا ظلت الاعراض بعد كده يروح يكشف الدكتور، يساعده في انه يعرف الاعراض دي سببها ايه. وفي الغالب بتبقى الاعراض دي نقص في مواد غذائيه، عدم كفاءة الجسم في إنتاج الهرمونات اللازمة بشكل مناسب، وده بيتحسن بأسلوب الحياة الصحي. وزي ما قلت خالد توب من الناس برضو اللي بتسأل كتير عندي على الموقع، طبعا أشكره على استمراره حتى لو كان بعيد الأسئلة ما فيش مشكلة، المهم بس المهم إنه ما يكونش قلقان. يعني خليك بقى معنا في السؤال ده يا خالد، لو عملت تحليل الايدز بعد ايه؟ بعد 5 سنين مثلا. هو نفس السؤال ده معناه ايه بقى؟ يا ترى الاجسام المضاده بعد 5 سنين من العدوى بتختفي ولا لا؟ ده معنى السؤال بتاعه، هل بتختفي ولا لا؟ الرد برضو ده سؤال مكرر مئات وملايين المرات، بنقول الاجسام المضاده لا تختفي لا بعد 5 ولا بعد 10 لو الانسان مصاب. والحقيقة ده لو بتختفي كان كتير قوي من المتعايشين مع الإيدز بقوا مبسوطين. هي مشكلة المتعايش مع الإيدز في الإفصاح عن حالته إيه؟ إنه يروح يعمل تحليل الأجسام المضادة يطلع إيجابي، يروح هو بياخد متعايش مع الإيدز وبياخد علاج الإيدز والحمل الفيروسي بتاعه undetected وصحته زي الفل، بس يروح يعمل الأجسام المضادة يطلع إيجابي. هو نفس لو الاجسام المضاده ده يطلع سلبي يا سلام، يبقى يعيش حياته عاديه، يوري مراته، يوري خطيبته لما يكون متجوز، الحاجات دي كلها نفسيا يبقى مرتاح. لكن الاجسام المضاده يا اخوانا ما بتختفيش، ولما بنتكلم عن القواعد وليس عن الامور النادره. صابر بعيد سؤاله للمره الثالثه هنا وسال على الشاط، وراح حضرته شرفنا على الواتساب وبرضه بيعيد نفس السؤال. اللي انا اقدر اقوله لاخونا صابر، ربنا يزيح عنك الوسواس، ربنا يزيح عنك الوسواس ويهديك ان شاء الله. ونجاوب مره تانية نقول له انت سليم بالنسبه للفيروس، عامل تحليل بعد 7 اسابيع، ماشي؟ انت سليم ان شاء الله بالنسبه للفيروس، وخصوصا لو التحليل بتاعك ده كومبو
وباذن الله ما تقلقش. لو انت مش عارف التحليل بتاعك ده ايه، لان مكتوب هنا اتش اي في باي روش، روش دي الشركه المصنعه، بتطلع كومبو، بتطلع اكسام مضاد. منتهى السهوله يا اخي، انت عامل تحليل في مختبر ودافع فلوس، اتصل بالمختبر كده بكل منجاه وقلاطه وقول له يا سيدي انا عايز اعرف اسم التحليل ايه، هيقول لك على طول، ده انت زبون، فهيقول لك يعني وبيستنفع بينك ماشي، بدل ما تسأل عندي. ولو ان انت بتشرفني انك انت تسألني، لكن القلق اللي انت فيه عايزك تخلص منه، انت ممكن تخلص منه في خلال 5 دقائق بمكالمة تليفونية للمختبر اللي انت عملت فيه التحليل، هيقول لك ده كومبو ولا اجسام مضادة. لو قال لك اجسام مضادة تبقى تعيده بعد 90 يوم، ولكن النتيجة بعد 7 اسابيع معناه ان انت سليم بنسبة 95 او يمكن 97%. يمكن ده يكون اخر سؤال بتاع اخونا ابراهيم. بيقول يبقى اخونا ابراهيم عملت تحاليل الايدز لمده ست قعد يعملها لمده 6 شهور كل انواع التحاليل، والمعمل قال سليم، التحاليل بتاعته سليمه، ونسي الموضوع، بس وزني في نقصان وفي قرح في الفم، هل ده ليه علاقه؟ طبعا ملوش علاقه طالما التحاليل سليمه. السؤال الثاني، انا خاطب، ده نفس السؤال حضرتك سالته قبل كده وجاوبناه. السؤال الثاني، انا خاطب وداخل على جواز، اتجوز ولا لا وانا مطمن؟ طالما انت سليم اتجوز وانت مطمن، واخد بالك، واتبع اسلوب الحياه الصحي عشان لما تتجوز ما تروحش لمراتك وانت عندك، بتقول عندك ايه؟ عندك قرح في بقك، وزنك في نقصان، يعني وزنك ناقص. اتجوز بس قبل ما تتجوز الشهر ولا شهرين دول، اتبع اسلوب الحياه الصحي زي ما انا بقول عشان وزنك يرجع يتحسن، والقرح اللي في فمك ديت ممكن تتحسن، عشان لما تتجوز يبقى جوازه بصحيح. انا مش معقوله المدام تبوسك تلاقي ريحه بقك مقرفه يعني، مش كده ولا ايه؟ المهم الف مبروك مقدما، اتجوز يا عم مطمن، وان شاء الله امورك خير. وبكده اكون خلصت 3 4 اسئله على الواقع. هو في برضه يجي 7 8 اسئله على الشات، لو على الشات الخاص، الشات الخاص يمكن اللي يسال ايه هو الشات الخاص ده، اللي هو الايقونه اللي موجوده في اخر الموقع، في على ايدك اليمين اسفل للصفحه لما تفتح الموقع زي ما انت شايف كده دلوقتي، هذه هي التشات، لما بتضغط عليها بيتفتح لك دايلوج بوكس بتقدر تحط فيه السؤال اللي انت عايزه وبنرد عليك ان شاء الله. ففي مجموعه من الاسئله هناك، لكن احنا الحلقه دي مخصصه بالدرجه الاولى للاجابه على الناس اللي بتسال على موقع arafili.com، هم اللي ليهم الاولويه. ان شاء الله لو في مجال نعمل فيديو برضو للناس اللي سالت على التشات. كده اكون انتهيت من فيديو النهارده، ونشوفكم باذن الله وأنتم جميعا بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.